قالت بينيا دار البيضاء لعشاق البارسا بتحقيق العملاق الكاتالوني للثنائية، وذلك بإقامة حفل بمقرها جمع أعضاء المجموعة وأفراد أسرهم في جو بهيج تخللته مسابقات وتنبلة فاز خلالها المحظوظون من الأعضاء بعدة جوائز. هذه واحد المناسبه اللي كنجمعوا فيها عائله كامله، العائله كامله يعني لي زونفون لي زونفون بولادنا نو فام نو زامي اي تو سا اللي كنجمعوا هنايا. دايرين ان ايفينمون سبيسيال اليوم احتفالا بهاد لا سيزون هادي. احنا فرحانين اليوم لحقاش كاينه الحفله ديال دوبليطا، مفتخرين بزاف لحقاش حنا في بارتي دو سيت غراند فامي و فيسكا بارسا فيسكا جي بي ا. واخا الازدواجيه كان عندها واحد الطعم شويه مرير حيت كنا كنتوقعوا باننا غادي نمشيو بعيد حتى في الشامبيونز ليغ، ولكن حنايا زعما اونسيدي هذه هي الفرصه باش نبينوا الشغف ديالنا وباش نبينوا بان الانجاز اللي حققته بارسا. حنا وليداتنا جينا كعائله مجموعين باش نحتفلوا بالدوبليتي، فرحتنا كبيره جوج الفرحات، فيسكا بارسا فيسكا جي بي ا. نحتفلوا مع العائله ديالنا، كنحتفلوا مع الحباب ديالنا مع الاخوان ديالنا، كيف كتشوفوا جميع احتفال رائع مع الاطفال مع هذا حب ديال البارسا. هو هذا جينا نحتفلوا لا دوبليتا في فيسكا جي فيسكا في جي بي ا فيسكا بارسا. وضرب الجميع موعدا مع بداية الموسم القادم بمباراة سوبر ضد إشبيلية متمنين التوفيق لرفاق ميسي في مختلف المنافسات.